بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد فرج. زي ما عدتكم إن شاء الله إن إحنا عندنا السنة دي شغل جديد وعندنا مفاجآت كتيرة إن شاء الله هتعجبكم. إحنا قررنا السنة دي إن شاء الله إن إحنا نركز على منهج أولى ثانوي عشان ده منهج جديد وعشان نظام الامتحان بتاعه جديد وعشان أولياء الأمور والطلبة بيسألوا هو الامتحان شكله إزاي وإزاي الطلبة هتتعامل مع الامتحان بالطريقة بتاعته الجديدة دي. إن شاء الله من خلال متابعتكم لينا على القناة هتلاقوا كل حاجة انتوا بتسألوا عنها وهتستفيدوا كتير جدا جدا جدا، لان احنا ان شاء الله زي ما قلنا هنشرح بشرح مبسط وسهل جدا كلنا نقدر نستوعبه عشان كمان نقدر نجتاز مرحلة اولى ثانوي ببساطة. خلال ما احنا بنشرح ان شاء الله هنتدرب باذن الله على الطريقة الجديدة بتاعة حل الامتحان ونعمل نظام شبيه او نظام محاكي لنظام حل الامتحانات. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا تعملوه ان انتوا تتابعونا على القناة، تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وان شاء الله تتابعوا كل جديد وتستفيدوا مننا بإذن الله. مستر أحمد فرج.